السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله ماشي. بعد إذن حضرتك، عايز أعرف رأي حضرتك في كتابة القصص الخيالية. طبعا القصص الخيالية دي للتربى فقط، عشان ما يعني مش مثلا مش لمعالجة مشكلة مثلا موجودة. وعايز برضو أعرف لو أنا مثلا القصة دي فيها مثلا بطل خارق، مثلا زي مثلا اللي هو مثلا بيتحكم، يعني اللي هو ليه قوة خارقة. عايز والله أعرف يا أخي مثلا حكم القوة أنصحك، الخارقة دي مثلا ما توصلش لإيه؟ هي أقل حاجة مثلا إنها ما تكونش مخالفة، يعني ما هي كل فاهم قصة حضرتك؟ بحسبها، وأنصحك بالبعد عن هذا كله، وأن تبذل أن تبذل عقلك ووقتك في كتاب الله وسنة رسول الله والقصص القرآني. القصص القرآني فيه درر، ومهما كتب فيه فللكاتب فيه مرة ثانية استنباطاته وعقليته التي يستطيع بإذن الله أن يستنبط منها أمورا شتى. فأنصحك بالوقوف على كتاب الله وسنة رسول الله، وفيهما ما يشبع بإذن الله تعالى حاجتك إن شاء الله، وتكون قد بلغت عن الله ورسوله. أما الخيال فلا يسلم من أن تزل قدمك وتقع في مشكلة شرعية عقدية، والله أعلم. الله يسلمك.